بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلنا وحبتنا في مدينة يافا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا مرة أخرى جمعية يافا للإغاثة الإنسانية في حملة صندوق الرحمة، وفي الظروف التي تمر فيها البلاد في الداخل الفلسطيني، جمعية يافا للإغاثة الإنسانية تمد يدها للعائلات الميسورة الحال لمساعدة العائلات المستورة في مدينة يافا. هذه الحملة مستمرة إن شاء الله ما دامت الظروف الحالكة في مدينة يافا مستمرة وفي الداخل الفلسطيني مستمرة، لمساندة ومساعدة أهلنا من العائلات المستورة العجزة وبيوت الأيتام. فنرجو من الجميع، من جميع ميسوري الحال، مد يد العون إن شاء الله في هذه الحملة المباركة. ونريد أن نشكر أهلنا في مدينة يافا على دعمهم وسخائهم، ونشكر جمعية يافا للإغاثة الإنسانية على المبادرة الطيبة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخواني، لا يخفى عليكم أهالينا في أهل يافا، نحن نمر في مرحلة صعبة للغاية إخواني. عشان هيك إخواني قررت جمعية يافا للإغاثة الإنسانية أن تفتح أبوابها إن شاء الله كل يوم لمدة شهر، كما انتم شايفين، من الساعة من ان شاء الله من صلاة الظهر حتى صلاة العشاء نفتح ابوابنا لمدة شهر زمان. اخواني، ندعو اهلينا في يافا يشاركونا في هذه الحملة التبرعات. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الرحماء يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اذا تحدثنا على الانفاق اخواني، سنتحدث، يطال الحديث على الانفاق، كم له، كم الله يجزي به. انفتح لكم باب من أبواب الخير إخواني، سارعوا، سارعوا لهذا الباب حتى ندعم إخواننا في يافا، أهلينا في يافا. يقول الله جل جلاله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يكفيك أن الله جل جلاله، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب. إخواني، ندعو الجميع للمشاركة، احنا بوضع صعب، ندعو جميع اهالينا في يافا ان يشاركونا ان شاء الله رب العالمين. وبارككم وبارك الله فيكم على مجهودكم.